طيب انا حابب معاك بقى قبل ما ننهي اللقاء الجميل ده ناخد شويه اسئله كده سريعه. يلا بينا. ايه اللي بيضايقك على السوشيال ميديا؟ ولا حاجه ولا خلاص. حاجه. يعني بقت بالنسبه لي حاجات يعني لو في حاجه بتضايقني ما ببصلهاش، ولو حاجه تلمسني شخصيا بضحك عليها يعني من ملطشه القلوب من ساعتها، لان السوشيال ميديا ابتدت يعني تاخد بالها مني من اول نجاحي في ملطشه القلوب. فبقى كان في حاجات سخيفه جدا ساعات بقراها يعني كنت ممكن بتاثر قوي يعني بيها، بعد كده لقيته كله هري 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 في السوشيال ميديا، فلا الواحد ركز مع هري في السوشيال ميديا مش هيعمل حاجه في حياته. فالسوشيال ميديا بالنسبه لي يعني شغلنا بيتعرض عليها طبعا بشكل كويس، لان جمهور السوشيال ميديا مهم جدا بالنسبه لنا. صفحتي الشخصيه يعني عليها بعض الاصدقاء وبعض الناس اللي شايف ان بوستاتهم مش مؤذيه لعيني، لان اي حد بيكتب حاجه سلبيه بالنسبه لي بعمله بلوك على طول. اللي بيهري في اي حاجات ملهاش لازمه وحاجات تافهه وعمال يشتم في فرق رياضيه شويه وشويه، يعني في حاجات هايفه كتير قوي عينك لما تقع عليها بتديك طاقه سلبيه. ده حقيقي. بلوك 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 يعني اقلب. ده حقيقي. اي حاجه تاذيك ابتعد عنها سواء بالنظر او بالتعامل او باي حاجه. اكيد. طيب ايه اكتر حاجه اسعدتك اتقالت في حقك او كتبت عنك مؤخرا؟ اي حاجه ايجابيه بتتقال عليا في اي مكان اكيد يعني بتدخل الي بعض البهجه والسرور. يعني ايه الدويتو اللي نفسك تعمل او مع مين يعني نفسك تحلم تعمل دويتو معاه؟ ما بحلمش بان اعمل دويتو مع حد. انا اوريدي عملت اغنيه مع نبيل عندنا في الشركه تخنتي، كانت غنوه حلوه جدا. يمكن زمان كان الواحد ممكن يشوف حد كبير قوي فنفسك، دلوقتي لا يعني ما يعني ما الصوف لو في صوت هيضيف لي واضيف له وهنقدم موضوع هيضيف لي واضيف له يعني ايه؟ يعني هنعمل اغنيه تقيله، يبقى هو بشخصيته وانا بشخصيتي وانا بمساحه صوتي في المنطقه اللحنيه وهو بمساحه صوته في المنطقه اللحنيه جوه اللحن، يكون معمول لها توزيع حلو وحاجه تشرف وكذا وكذا. يعني طبعا نتشرف، مش لازم الاسم يبقى كبير يعني. المهم الصوت اكيد مميز ولا لا؟ فين في الاصوات يعني عامل ازاي؟ تركيبته مع صوته تبقى عامله ازاي؟ سواء ست او راجل يعني. فاهم؟ طيب لحنت الناس كتير، لحنت مش كتير قوي على فكره. لا ليه؟ مع بهاء سلطان؟ لا ما لحنش لبهاء سلطان والله؟ لا ما لحنش. لحنت عندنا في الشركه لحنت النبيل، كنت عامله لحن حلو قوي بقالي يومين. اول معرفتي في ميوزك كانت من خلال غنوه بقالي يومين، موزعها استاذ امير محروس وقدمها الاستاذ نصر. دي بدايه تعرفي باستاذ نصر محروس، كنت مقدم له لحن في البوم نبيل سنه 2014 تقريبا. في 2014. طيب لحنت طيب لمين تاني؟ استاذ حميد الشاعري طبعا. على فكره انا اكتر ملحن حميد الشاعري بالورقه والقلم يعني. بالمناسبه يعني واكتر واحد عامل معاه دويتوهات. لحنت مصطفى قمر اغنيه اسمها اللي عاجبني فيك، لحنت لنانسي عجرم وحشاني يا مصر موت. ولحنت لشيرين؟ لحنت لشويه ناس يعني. لحنت لشيرين؟ لا ما لحنتش لشيرين. لا يعني مش حاضر الذهن. بس في شويه وفي شويه حاجات مع نجوم ما نزلتش لحد النهارده. وفي حاجات ما نزلتش. طبعا في حاجات مع نجوم كبار يعني ما نزلتش، واخدينها من سنين ما اعرفش ما نزلوهاش ليه. شايف ان انت واخد المكان اللي تستحقها؟ الحمد لله طبعا بفضل الله. سؤال الاتش ار، شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ بعد 5 سنين؟ سؤال الاتش ار ده صعب يعني. صعب قوي. ليه؟ صعب. ما اصل انت ما المستقبل لا محدش يقدر يعرفه. ونعم بالله، ولكن في خطه كل واحد حاطط لنفسه خطه، وخمس سنين في عمر زمان مش يعني هو يعني اكيد بتبقى حاطط خطتك انك تستمر وتواكب وتطلع سلمه تانية عن اللي انت واقف عليها. انت اوريدي طلعت سلمه، لسه الدور كبير يعني. كويس. وكل ما تطلع سلمه هتلاقي في طقم سلالم اتحط فوق تاني، فهتفضل تطلع تطلع. فطبعا انت يعني بتتمنى انك تفضل تطلع 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 الخمس والعشر والعشرين والثلاثين سنه اللي جايين، مش 25 بس. اكيد ان شاء الله دايما تحقق ده. ايه المساحه الغامضه اللي في حياتك بتحس ان الحته دي ما بتبينهاش قوي للجمهور، او نفسك ان حاجات عندك تبان للجمهور يعني في شخصيتك في ادائك في صوتك في فنك؟ هو في الفن تحديدا ولا في الحياه العامه؟ ممكن في الفن ممكن. انا ما احبش او شوف انا بره الفن انا ما احبش اعرف حياتي الشخصيه للجمهور خالص. انا حياتي الشخصيه مش مع الجو ده، هاديه. ما احبش الزحمه. لما اروح مكان احب اقعد في مكان هادي بعيد عن الناس. لو رحت مكان اغير فيه جو ما احبش اللمه الكبيره. احب اقعد على البحر مثلا، ما احبش الشط يبقى فيه ناس كتير. ابقى في منتهى السعاده لو لوحدي على البحر. يا سلام.
يا سلام. روقان كده. معاك كده حاجاتك وكتبك والشمس الجميله والحياه الجميله والهدوء وعيش. ده بالنسبه لي حلو. الناس كويس. معظمها بتحب الزحمه والزيطه وبتاع. انا ماليش في القصه دي خالص. يعني انا احب والله ما احبش الزحمه وما احبش الدوشه ما احبش الصوت العالي. اكيد. كل ده يعني شويه كده بيخليني مش لطيف يعني. لا لا احنا محتاجين المود كده يروح، لان فعلا يعني احنا ان شاء الله يعني اكيد متوقعين منك شغل الفتره اللي جايه مختلف متنوع. انا متاكد انك ان شاء الله هتعمل حاجات كمان تلبي اذواق ناس كتير. الله يخليك. انا متاكد يا رب. يعني يا رب مع طبعا تقدير واعجاب كل اللي فات، ولكن انا متاكد ان لسه عندك حاجات انت لسه هتفاجئ بيها الناس في المستقبل ان شاء الله. امين يا رب العالمين. ربنا يسمع منك يا عمرو، وان شاء الله طول ما معايا في شركه فري ميوزك ومعايا استاذ نصر محروس وبنفكر وحابين الشغلانه وحابين بعض وبنحاول نقدم حاجه جديده للجمهور، ان شاء الله يبقى في كل خير باذن الله الفتره الجايه. بنتمنى لك كل التوفيق، ومره ثانيه احنا سعدنا وتشرفنا بوجودك معنا في مصر. الله يخليك يا عمرو، متشكر جدا. ويعني انا سعيد قوي اني كنت معاك النهارده، وكل سنه والناس طيبه بالسنه الجديده، ورب تبقى سنه يعني كويسه طيب. على الكل، وربنا ينجينا منها من كل المهالك اللي بتحصل باذن الله. ان شاء الله ربنا يحفظ الناس كلها. آمين.